بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقائنا عند القاضي محمد بن إسماعيل العمراني، أمد الله بعمره. حياكم الله قاضي محمد. أهلا وسهلا. إن أذنت لي قاضي محمد، لدي كم هائل جدا من الأسئلة سأوردها عليكم يعني بقدر المستطاع، ويعذرني سادة المشاهدين عن ذلك. أول هذه الأسئلة تقول هنا: أختي ضيعت أوراق عمل لزوجها ولم تجدها وتزاعلت، ويعذرني سادة المشاهدين سأقرأ الأسئلة بلهجتها إن كان فيها ركاكة، وتزاعلت مع زوجها زعل شديد، فقال لها: حرام وطلاق، ما تذهبين بيت إخوتك لمدة سنة. وبعد ذلك وجد هذه الأوراق، والآن هو نادم على الحرام لأن الحرام منها ونيته الطلاق، وهي لم تكلم أهلها في هذه المشاكل وتريد الذهاب إليهم. ما هو الحل لهذه المشكلة؟ الحل: هذا الزوج وهذه الزوجة لهما الخيار، إما يعني لا تذهب ولا تعمل مدة سنة، فإذا عملت الشيء الذي علق به وقع الطلاق. ثانيا، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني أنها يحسبها طلقه ويراجعها. جميل. قاضي محمد بارك الله فيك، هنا السائل يقول: ما حكم تأخير الزكاة والوقف من عام إلى عام؟ ضروري لا مانع، لأن بعضهم يتوهم أن ما تأخر الزكاة أن ما سرسار. بعض النساء نعم يقال لها تخرج الزكاة في رمضان فسهت عنه، فيتوهم في عرفة. ما قول لكم كذا؟ نقول لها مانع، لا مانع الآن. جميل. إنما التراخي خلاف الواجب. جميل. وأضيف أقول: لا معنى تخرجي زكاة رمضان في شهر عرفة. كما أنني أقول له: ولا مانع في السنة الثانية أنك تخرجي زكاة رمضان من أيام شعبان أو رجب قبل، يعني يجوز. نعم. في باب الزكاة يجوز تقديمها. نعم. من بين الفروض كلها. جميل. الصلاة لا تجب إلا عند الأذان، ومن صلى قبل الأذان فصلاته باطلة. وكذلك الصيام لا يجب إلا عند دخول رمضان، ومن صام رمضان قبل دخوله فهو باطل. ومن وقف في عرفة قبل الوقت المحدد يوم عرفة فوقفه باطل وحجه باطل إلا الزكاة، فيجوز للإنسان أن يخرج الزكاة قبل دخول رمضان أو دخول أي شهر من الأشهر الذي كان يخرج الزكاة فيها، وذلك لدليل خاص ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أخذ من عمه العباس رضي الله عنه زكاة يوم أو يومين، زكاة عام أو عامين قبل دخولها. الله. جميل. وبذلك يصح إخراجها قبل وقتها. نعم. بصفة خاصة. نعم. طيب قاضي محمد هنا يقول: هل في القات زكاة وما مقدارها؟ القات واجب فيما أخرجت الأرض، الزكاة واجبة في كل ما أخرجت الأرض. جميل. ومن جملات ما أخرجت القات، فيجب إخراج العشر أو نص العشر إذا كان بالمدار. نعم. فالعشر، وإذا كان بالمسنة أو بالمضخات أو بالوايتات. نعم. فنصف العشر. نصف العشر. جميل. طيب قاضي هنا يقول: إنسان عقد لي بابنته وأخذ مني ورقة قات ولم أعطه شيء غيره، فهل هذا عقد صحيح؟ نعم. بورقة القات؟ إذا كان
العقد قد وقع من أقرباء البنت هذا. نعم. وكانت حال العقد راضية وسموها باسمها مع وجود شاهدين عدلين. نعم. أو عدل واحد وعدلتين، فالعقد صحيح. ورقة القتادة ليس لها قيمة، فهي عليه أن العقد سيكون صحيح، وعليه أن يسلم مهر المثل. مهر المثل، مهر أختها أو بنت عمها. جميل. زايد أو ناقص. جميل. لأن المهر ليس بشرط من شروط عقد النكاح. شروط عقد النكاح الولي والشاهدين ورضاها وتعيينها بالاسم أو باللقب. أما المهر فليس بشرط من شروط عقد النكاح، وإنما هو واجب مستقل بنفسه ولازم من لوازم العقد. فمن سمى حال العقد مهر مجهول فهو تسمية باطلة، أو على ورقة قات ليس لها قيمة باطلة، أو على قارور خمر أو على لحم خنزير هذه باطلات، أو ما سمش راسه على مهر معينش ولا شيء. هذا يقول العلماء أنه عليه مهر المثل، على أنه يلزم عليه مهر أختها. ما قولكم في رجل تزوج قبل 30 عاما والآن اكتشف أن زوجته كانت قبل الزواج ربما تقع في أخطاء، يعني هو ذكرها بطريقة فجة هنا، يعني قال تمارس بعض الخطأ مع أفراد أو شيء، وقد اعترفت بذلك، ما حكم الشرع في ذلك وماذا يفعل الزوج حين ذلك؟ قبل كل شيء تتوب المرأة وتعاهد الله وتندم على ما قد جرت. الله المستعان. وثانيا أخطأت حينما اعترفت. الله. استروا بستر الله، ما ينبغي لا للرجل ولا للمرأة. من قد عمل معصية فلا يفشيه لأحد. الله. رجل أو امرأة لا ينبغي. هي أخطأت أولا حينما عملت الجريمة من باب الخطيئة، ثم أخطأت من باب الخطأ حيث كلمت زوجها به، لكن قد عليها جريمتين. الجريمة الأولى أنها أخطأت خطيئة أي جريمة، الثانية أخطأت خطأ أي ضد صواب، وهي أنها تكلمت آل الإسلام يجب بما قبله، والتوبة تجب بما قبله. من الآن فصاعدا تصلي ركعتي وتتوب إلى الله. باب التوبة مفتوح للخمار وللزاني ولكل وللكافر ولكل أحد. هو أيضا عليه أن يكتب الخبر للصغير والكبير. وأوصي كل رجل أنه لا يفتش عن أخبار زوجته عن الماضي أبدا. كل مغيب ظاهر، هكذا ينبغي. كل مغيب طاهر، صحبة في الطهر والإجازة، وهذا يقول كله العصر العدالة. وأوصي كل امرأة ولا سمح الله أنها قد أخطأت في عمرها أن من جملة أن أوصيها أنها تتوب، وأقول لها ومن جملة التوبة أنها لا تفشي الخبر لا لصغير ولا كريم، لا قريب ولا بعيد، لا للزوج ولا الغير. بارك الله فيك، نفع الله بعلمك. كلهم يستروا ستر الله. الله أكبر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ابتلي منكم بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. الله أكبر. ومن أبدى لنا صفحته أقمنا عليه حتى الله. هذه المرأة لو كانت قد أتت إلى المحكمة واعترفت أن الحاكم سيحكم عليها بالحد الشرعي، لكن النبي قد قال
تعافوا فيما تعافى الحدود فيما بينكم. الله أكبر. فإذا واحد سرق على واحد وكفك الحرس وقال له عفى الله عنك خلاص ما مش تابوا. أما إذا قد وصل إلى المحكمة فعلى الحاكم أن يحكم بقطع يده. الله أكبر. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم. الله أكبر. جزاك الله خير يا قاضي محمد. المخرج يقول لي أن الوقت انتهى وعندي سؤال سريع يعني إن تكرمت علي به. هنا شخص يقول اسمي عبد المطلب فما يعني وكثير من الناس ينتقدون اسمي، هل اسمي هذا صحيح أم أغيره؟ الاسم صحيح. لا شيء. الاسم لا يكون إلا باسم من أسماء الله ولا يكون مضاف إلى أحد، فلا يقال عبد الخضر ولا عبد الحسن ولا عبد الحسين، حرام حرام. اللهم عبد المطلب هو عم أبو النبي صلى الله عليه وسلم، فلا مانع أن نسمي عبد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت نطق به فقال أنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وما قالش أنا محمد ابن عبد الله ابن شيبة الحمد ابن هاشم، لأن عبد المطلب إنما هو لقب وإلا باسم شيبة الحمد. ما دام النبي قد قال هكذا فالظاهر أنه لا مانع. جزاك الله خيرا وبارك فيك ونفع بعلمكم. استسمحكم اننا انتهى الوقت بالنسبه لدي، على امل نجدكم ان شاء الله في اللقاء القادم باذن الله تعالى. استودعكم الله على امل اللقاء بكم في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالحب تلقاك البدور ضيف الاماني والسرور، فيك العطايا والاجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور.